السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أغير في إعدادات الإدارة، باجي هنا وأقول له أكونت أدمن، فبيقول لي افتح لي شاشة أكونت أدمن. أقدر أضيف أي مشروع، يعني أقول له آد وأضيف مشروع مثلا هسميه أو بروجكت تايب، أختار نوع المشروع الكونستراكشن تايب، هل هو تطوير ولا مشروع جديد، قيمة المشروع الكونتراكت تايب، التاريخ البداية وتاريخ النهاية، البروجكت جوب نمبر هندي رقم ايه، البيزنس يونت، العنوان، الصورة تقدر تضيف صورة، وبعد كده هقول له سيف. وبعد كده هأكتف البيم تونستين فيلد، لو في اكتر من بيم تونستين انت شغال عليه زي جرو والتيم وكده هيبدأ يظهر عندك. تبدأ تكتب الاسم بتاعك أو الإيميل، الكمباني تبدأ تختار الكمباني، وأقول له سيف. تقدر تضيف أكتر من شخص، مثلا تمام. وبعد كده هقول له فينيش. ولو انت عايز تدور على مشروع معين هتعمل له سيرش من هنا. هنا اعضاء المشروع، تقدر تضيف اي مدير او اي شخص للمشروع، تقول له اد، تقدر تضيف الشخص من خلال الايميل، هيبعت له ايميل بحيث ان هو يكتب في المشروع بتاعه. ممكن تضيف انفايت اكونت ادمن. طيب مور اكشن، ممكن تعمل انيبل للشخص او تعمل له ديسيبل او تعمل له اعاده ارسال للاكتيفيشن. ده هنا تقدر تعمل سيرش عن المشروع. دي اسم الكومبانيز، تقدر تضيف اي كومباني انت عايزها. دي اناليتيك، يجيب لك تقرير تفصيلي عن المشاريع، ايه المشاريع اللي شغاله وانواعها ايه واللي قرب يخلص وهكذا. الاعدادات بتلاقي هنا البروفايل، تقدر تعدله زي ما انت عايز، تقدر تغير الصورة. البيزنس يونت، الادمن اكتف، تقدر تشوف كل واحد عمل ايه، يعني في واحد مثلا ادمن عمل كذا، في واحد ادمن عمل كريت لمشروع جديد وهكذا. تقدر تتابع التطورات في الشغل بتاعنا.